بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفيديو الجديد. اليوم أقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى طريقة استعلام الطلب عبر منصة عدروس في السعودية، حيث أننا في أيام السابقة تكلمنا عن كيفية التقديم الطلب باستخدام منصة عدروس في السعودية. وبعدما قدمنا الطلب لابد أن نتابع الطلب ونعرف حالة الطلب، لذلك في هذا الفيديو هذا هو الذي سنتعرف عليه في هذه أو في هذا الفيديو. وحتى لا أطيل إليكم فلنبدأ الفيديو. الحمد لله يا إخوان، الآن سنفتح الجوجل، هذا خطوة الأولى، ونكتب عليه بوابة جامعة، نكتب على الجوجل بوابة جامعة، وبعدما كتبنا نبحث ونأتي إلى هنا وزارة التعليم ونضغط بوابة جامعة هنا، وسوف يظهر لنا صفحة جديدة. ونقدم خدمات الأكثر من 28 جامعة حكومية في المملكة العربية السعودية. وبعدما دخلنا هنا نضغط دخول المستفيدين، هنا دخول المستفيدين هنا، ونضغط، وهذا كمان ظهر لنا في الشاشة صفحة جديدة. ونأتي هنا ونضغط تسجيل الدخول تحت نظام الدخول الموحد، نضغط هنا. وفي هذه المكان أو في هذا المكان عندما تنشأ الحساب في المنصة كتبت البريد الإلكتروني وكلمة المرور، تستخدم نفس الحساب هنا، تضغط هنا وتكتب اسم المستخدم وهي البريد الإلكتروني وكلمة المرور وهي الرمز، الرمز كلمة المرور هذا تكتبها هنا. إذا أنا سأختار هذا، وبعدما كتبت المعلومات سأكتب هذا الرمز، سأكتبها هنا وهو AZES. الآن كتبت وسأضغط دخول. الآن أنا على حسابي، أنا دخلت على حسابي وكذلك حساب منصة أدر في السعودية، وهذا ظهر اسمي هنا. وهنا سأتي وأضغط متابعة الطلبات، متابعة الطلبات سأضغط هذا هنا. والآن أستطيع أن أرى حالات الطلبات، الجامعات الذي أنا اخترت عليه موجود الحالة هنا. أول جامعة قاع عملية موافقة الجامعة، مراجعة موظف الجامعة، والجامعة الثانية عملية موافقة الجامعة نفس الشيء، وهنا نفس الشيء، وهنا طلب منحة دراسية بانتظار موافقة الجامعة. وهذه هي الكيفية التي تستطيع أن تعرف حالة الطلب التي قدمت عليها الجامعات السعودية باستخدام منصة أدرس في السعودية. ومن هنا أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.